إلى وجهة النظر الأوكرانية من كييف الزميل محمد زاوي مراسل إكسترا نيوز. محمد برحب بك إذن معنا في هذه الحلقة من إكسترا اليوم، ودعني أبدأ معك إذن أيضا بآخر التطورات الميدانية. نانسي، أبرز التطورات هي ما يحدث طبعا في المنطقة الشرقية، خاصة في مقاطعتي دونيتسك ولوهانسك، حيث القتال ما زال مستمرا في متركزا بشكل أساسي في سيفيرودونيتسك وفق ما ذكرت تقارير عسكرية أوكرانية. الوحدات الأوكرانية لا زالت متمركزة في المنطقة الصناعية بسيفيرودونيتسك، طبعا مع معركة شوارع في بعض أحياء هذه المدينة الاستراتيجية التي باتت القوات الروسية تسيطر على أجزاء واسعة منها. لكن وفق الجانب الأوكراني فإن الوحدات الأوكرانية المتمركزة هناك ما زالت صامدة وتحاول الدفاع عن مواقعها، خاصة تلك القريبة من المنطقة الصناعية في مدينة سيفيرودونيتسك. كما تحدثنا ربما عن المناطق الأخرى القريبة، ما زال أيضا الجيش الروسي يدفع بتعزيزات كبيرة نحو مدينة سلافيانسك وفق ما ذكر بيان هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، انطلاقا من مدينة إيزيوم التي سيطر عليها في الأسابيع الماضية. هو الآن يجهز لمعركة كبرى على هذه المدينة الاستراتيجية وفق ما يقول الجانب الأوكراني. طبعا بالنسبة للبلدات والمدن الواقعة على خط التماس في الدنباس، تعرضت خلال الساعات 24 الماضية إلى قصف مكثف وفق ما ذكرت البيانات الأوكرانية، سواء بالمدفعية أو بقذائف الهون وكذلك القذائف الصاروخية. عدد القتلى من المدنيين في تزايد مستمر، كل مرة نسمع وفق البيانات العسكرية الأوكرانية هناك عدد من القتلى لا يمكن إحصاؤهم وفق ما يقول الجانب الأوكراني في المناطق التي باتت تحت السيطرة الروسية. أيضا ميدانيا هاجمت القوات الروسية اليوم بأربع صواريخ من منطقة البحر الأسود قاعدة عسكرية في غرب أوكرانيا، وفق ما قالت وفق ما قال الجانب الأوكراني هناك إصابة ل 22 شخصا، دون طبعا أن يحدد ما هي هذه القاعدة العسكرية وهل هي فعلا كانت تتضمن أسلحة غربية وفق ما يقول البيان الروسي. ربما هذه التطورات. نعم. طيب محمد، لو سمحت لي، يعني كون أن القتال يشتد في سيفيرودونيتسك وأصبحت تسيطر عليها بشكل أكبر القوات الروسية كما ذكر حاكم منطقة لوغانسك، دعنا ربما نفهم من يشاهدنا أو يتابعنا أهمية الاستراتيجية لهذه المدينة محمد. نعم، بالنسبة لسيفيرودونيتسك هي تعتبر من أكبر مدن الدنباس ومن المدن الرئيسية في مقاطعة لوغانسك. إذا تمكنت روسيا من السيطرة على هذه المدينة فإنها بذلك تكون قد أحكمت سيطرتها ربما بشكل كامل، في انتظار ربما معركة أخرى من مدينة ليسيتشانسك. مدينة سيفيرودونيتسك الآن هي حجر عثرة في وجه التقدم الروسي في إقليم الدنباس بمجمله، ولذلك هناك دفاع مستميت من قبل الوحدات الأوكرانية هناك في محاولة طبعا لمنع السيطرة الروسية عليها. روسيا الآن تسيطر على نحو 95% من مساحة منطقة لوغانسك. إذا تمكنت من السيطرة على سيفيرودونيتسك فهذا الأمر سيعطيها ربما موطئ قدم للهجوم على باقي المدن الأوكرانية، خاصة ليسيتشانسك، وبذلك تغلق ملف منطقة لوغانسك وتتوجه إلى المناطق الأخرى التابعة لمقاطعة دونيتسك. لذلك هذه المدينة مهمة استراتيجيا ومهمة أيضا معنويا بالنسبة للجانب الروسي، لأنه يعطيها نصرا ربما تبحث عنه خلال الأسابيع الماضية. هل هناك أي تطورات على الجانب السياسي، أي تصريحات سياسية من الجانب الأوكراني محمد؟ ما يتم الحديث عنه سياسيا هو ما تعلق فقط بمسألة الاتحاد الأوروبي خلال الساعات الماضية ومنذ زيارة أمس التي قامت بها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين، التي تناولت عدد من القضايا من بينها قضية منح أوكرانيا صفة المرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. الجانب الأوكراني سياسيون والرئيس زيلينسكي ما زالوا يدفعون بهذا الاتجاه، يقولون بأن بلادهم الآن لديها الفرصة لتصبح يعني على الأقل أو لتحصل على الأقل على صفة المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي، رغم المصاعب ورغم هناك معارضة من بعض الدول
لهذا التوجه، لكن الرئيس الأوكراني يقول بأن بلاده يعني تقف في وجه ما يسميه العدوان الروسي في حماية لأوروبا وليس حماية فقط للأراضي الأوكرانية. يقول بأن الشعب الأوكراني قد دفع ثمنا باهظا من أجل ربما من أجل وحدته وكذلك من أجل الوحدة الأوروبية. الأوكرانيون ينتظرون ربما خلال الأيام المقبلة ردا سريعا من قبل الجانب الأوروبي بشأن إمكانية أن تمنح لهم صفة المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي. نعم. أنا بشكرك شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به من تفاصيل. محمد زاوي مراسل إكسترا نيوز كنت معنا إذن من كييف عبر الهاتف، شكرا لك.